ذكرى انتصارات أكتوبر، الرئيس السيسي يبحث مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ركائز حماية الأمن القومي. مدبولي يتابع جهود التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية ويشدد على استمرار توفير مدخلات الإنتاج لعدد من القطاعات الصناعية. الدوما يوافق رسمياً على ضم المناطق الأوكرانية الأربع، وواشنطن تعتبر استهدافها لا يمثل هجوماً على أراضي روسية. السادسة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. نصر أكتوبر كان وسيظل دوماً علامة مضيئة في سجل انتصارات هذه الأمة، وهو النصر الذي أعاد اكتشاف قدرات وإمكانات المصريين ووحدة صفوفهم في مواجهة التحديات. 49 عاماً مرت على هذا النصر المجيد، ولا يزال أبناء هذا الوطن يقدمون التضحيات لحماية الحق والكرامة ويصونون قواعد السلام المستند إلى القوة. ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري ورجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر وبحث مهام القوات المسلحة في حماية ركائز حماية الأمن القومي. وفي ذكرى الاحتفالات، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يرافقه وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبري الزعيمين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار. ثم قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته. كما صافح الرئيس السيسي عدداً من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة. ثم
ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بقبر القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة. كما ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقدم الرئيس السيسي في بداية الاجتماع التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر. كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مختتما الاجتماع بتوجيه التحية لرجال القوات المسلحة لما يقدمونه من جهود وتضحيات من أجل رفعة الوطن. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد. وأكد رئيس مجلس النواب أن القوات المسلحة الباسلة خاضت معركة الشرف بكل جسارة لتقهر الهزيمة وترتفع أعلام مصر على كل شبر من ترابها المقدس، لترتفع هامة كل من يسكن الأرض العربية. هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى نصر أكتوبر المجيد. وفي برقيته عهد مدبولي الرئيس السيسي بمواصلة الحكومة بذل قصارى جهدها لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد. كما بعث رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وجميع رجال وأبناء القوات المسلحة البواسل بهذه المناسبة. كما بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد. وفي برقيته قال وزير الدفاع إن نصر أكتوبر غير مسار التاريخ وجسد عظمة شعب مصر وعقيدة قواته المسلحة، مشيرا إلى أنه أعاد للأمة المصرية اكتشاف قدراتها وإمكاناتها ووحدة صفوفها في مواجهة التحديات. هذا وبعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر. كما وجه رئيس الأركان التهنئة لقادة وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة. هذا وقد أناب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول. وبمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر تقرر فتح المتاحف العسكرية مجانا للجماهير يوم الخميس القادم، ومنطقة العرض المكشوف للأسلحة في بانوراما حرب أكتوبر ومتحفي العالمين وبورسعيد، بالإضافة إلى المتحف الحربي بالقلعة. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد. وأكد وزير الداخلية أن تلك الذكرى ستظل رمزا للفخر والاعتزاز بما تحمله من دلالات ومعان للتضحية والفداء. كما بعث وزير الداخلية ببرقيتي تهنئة للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر. وعدوا لن نسلم في إرادتنا ولا في صمت من أرضنا ولا الأرض العربية. فأوفوا أقسموا فأخلصوا فكانوا عند قسمهم، فصار الوعد والقسم نصر. هم أبطال حرب أكتوبر المجيدة. سطروا بدمائهم تاريخا عظيما، أعادوا الأرض وحفظوا العرض. أكتوبر 73 إرادة وطن.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المتابعة المستمرة لجهود الحكومة في التعامل مع تحديات الأزمة العالمية الحالية. وخلال اجتماع لمتابعة جهود أجهزة الدولة في التعامل مع التداعيات الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية، تم استعراض ما يتم بذله من جهود لتأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين والتأكد من وجود أرصدة كافية وأمنة تغطي متطلبات الاستهلاك. كما تم تأكيد خلال الاجتماع على استمرار جهود توفير مدخلات الإنتاج لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية بما يضمن عدم توقف عجلة الإنتاج. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عمق وقوة العلاقات بين مصر والكويت على مختلف الأصعدة. كما أكد مدبولي خلال اجتماع عقده مع وفد كويتي ضم نحو 45 من رجال الأعمال والاقتصاد والتجارة حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، لافتا في هذا السياق إلى أن الحكومة لديها خريطة استثمارية لعدد كبير من المشروعات في جميع المجالات. ودعا مدبولي المستثمرين للتواصل المباشر معه لتسريع تنفيذ مشروعاتهم المقبلة وإزالة أي معوقات. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وأسفرت جهود الوزارة خلال شهر عن ضبط 7615 قضية إتجار وتعاطي لمواد مخدرة بإجمالي 8428 متهما. وزارة الداخلية تواصل ضرباتها الأمنية القوية والحاسمة ضد العناصر الإجرامية الضالعة في الإتجار بالمواد المخدرة، وتنجح في إحباط العديد من محاولات الجلب والتهريب لإغراق البلاد بتلك السموم القاتلة. ضربات تسهم في تجفيف منابع المخدرات وضبط العناصر المتورطة في هذا النشاط الإجرامي، وهو ما يجنب البلاد من آثارها وتداعياتها السلبية على المجتمع واقتصادياته، ويحمي الشباب من الوقوع في براثن التعاطي والإدمان. وقد سطرت الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في هذا الإطار، حيث تمكنت خلال شهر من ضبط 7615 قضية، من بينها 6778 قضية إتجار في المواد المخدرة و837 قضية تعاطي مواد مخدرة. ضبط خلالها 8428 متهما. وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال هذه الفترة من ضبط أكثر من 6 أطنان من مخدر البانجو، ونحو 2 طن من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين تزن أكثر من 224 كيلوغرام. كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 108 كيلوغرامات من مخدري الاستروكس والشابو، وضبط ما يقرب من 7 كيلوغرامات من مخدر الأفيون. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة، تم ضبط نحو 132 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، وأكثر من 21 ألف قرص كبتاجون، وأكثر من 120 ألف قرص لعقار الترامادول. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 221 مليون جنيه. كما تواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم غسل الأموال، فقد أسفرت الجهود الأمنية في مجال ضبط قضايا غسل الأموال عن ضبط 7 قضايا في هذا الإطار بإجمالي مبالغ مالية بلغت 186 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 22 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان. سيطرة أمنية كبيرة من قبل الأجهزة الأمنية انعكست على تراجع انتشار المواد المخدرة وعمليات الجلب والتهريب، فالأجهزة الأمنية تضرب بيد من حديد على كل من يحاول الإتجار وتعاطي المواد المخدرة، وتشهد بذلك النجاحات الأمنية المحققة التي تؤكد على اليقظة والجاهزية التي تتمتع بها تلك الأجهزة لحماية البلاد من آثار المواد المخدرة المدمرة على المجتمع بخاصة الشباب.
تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 135 طنا، وتم ضبط قرابة 16 طنا في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع فتم ضبط قرابة 109 أطنان، كما تم ضبط 10 أطنان أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 717 قضية، من بينها 160 قضية خبز ناقص الوزن و 122 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. هذا وتم ضبط 19 قضية في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت أكثر من 297 طنا. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة تحلي جميع المشاركين بمؤتمر كوب 27 بروح المسؤولية الجماعية. وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي بالكونغو الديمقراطية، أعاد شكري التأكيد على التحدي الطارئ الذي يشكله تغير المناخ وضرورة العمل على كافة الأصعدة لخفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغيرات المناخية والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عنها. جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي مصطفى القاظمي دعوته لعقد حوار شامل لحل الأزمة السياسية الراهنة، وقال القاظمي إن مصالح العراقيين هي الهدف الذي يجب أن يتقدم الجميع إلى طاولة الحوار الوطني لتحقيقه، محذرا في الوقت نفسه من أن النار ستحرق الجميع. نؤكد من هذا المنطق على ضرورة الحوار، ونؤكد اليوم كذلك على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار الوطني الجامع لكل العراقيين معا، لنطرح هواجسنا ومخاوفنا ونتناقش من أجل حل خلافاتنا ونضع الحلول من أجل بناء المشتركات. العراق وشعب العراق ومصالح العراقيين هي الغايات التي يجب أن تكون أمامنا جميعا، والهدف الذي يجب أن نتقدم جميعا من أجله إلى طاولة الحوار الوطني. إن الاتفاق الوطني على أساس المشتركات العراقية العميقة والقيم الوطنية المترسخة في بلادنا ليس صعبة وليست مستحيلة. أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده تمر بظرف استثنائي دقيق لا يخلو من المخاطر، مشددا على أن لغة الحوار هي الطريق للخروج من الأزمة الراهنة. وقال صالح خلال كلمته في الذكرى الخامسة لرحيل الرئيس العراقي الأسبق جلال طلباني، قال إن أمام الجميع مسؤولية تاريخية ووطنية وأخلاقية للخروج من الأزمة الراهنة والشروع في بناء دولة فاعلة تحمي مصالح البلد وتعزز سيادته وتضمن سلامة مواطنيه. في أكثر من صفحاته إشراقا بينما هم. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه سيدعو المجلس لعقد الجلسة الثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل منتصف الشهر الجاري، داعيا جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين لتحمل مسؤولياتهم حيال هذا الاستحقاق الرئاسي. وأكد بري أن تحقيق التوافق الذي دعا إليه لا يعني الحصول على إجماع جميع أعضاء مجلس النواب والبالغ عددهم 128 نائبا، مشيرا إلى أن التوافق هو المخرج الإنقاذي إذا كان هناك تصميم عند المجلس على انتخاب رئيس. في الأزمة الروسية الأوكرانية، وافق مجلس النواب الروسي على قوانين انضمام 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا. ولم يعارض أي من نواب المجلس قرارات انضمام مناطق خرسون ودونسك ولوهانسك وزابوريجيا رسميا لروسيا. وعقب تصديق مجلس النواب الروسي الدوما على القرارات، أكد وزير الخارجية سيرجي لافروف أن ضم تلك المناطق يخدم مصلحة الشعب الروسي.
وكذلك أكد لافروف أن مواطني تلك المناطق الأربعة أصبحوا جزءا من الاتحاد السوفيتي. إلى ذلك قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن استخدام السلاح النووي سيكون فقط وفقا لبنود العقيدة النووية الروسية. وأضاف بيسكوف أن جميع الأسباب التي تؤدي لاستخدام مثل هذه الأسلحة منصوص عليها وفق بنود العقيدة النووية. وأكد بيسكوف أن محاولات تشكيل تحالفات غربية جديدة لمواجهة روسيا والصين لن يسهم في الاستقرار ونزع فتيل التوترات على المسرح العالمي. أكد منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة لم ترى أي مؤشر على أن بوتين قد اتخذ قرار اللجوء إلى السلاح النووي. وأكد كيربي أن واشنطن تأخذ تهديدات بوتين باللجوء إلى السلاح النووي على محمل الجد، مشددا على أن الإدارة الأمريكية لن تعتبر الهجمات على الأراضي التي ضمتها موسكو هجمات على أراضي الروسية. هذا وقد أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سلايفان أن ما وصفه بانتهاكات روسيا للقانون الدولي لن تردع الولايات المتحدة وحلفائها أو شركائها. وخلال لقائه مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري يورماك شدد سلايفان على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، مؤكدا أن واشنطن وحلفائها ستواصل فرض تكاليف باهظة على أي فرد أو كيان أو دولة تقدم الدعم لضم روسيا للمناطق الأوكرانية. قال الجيش النرويجي إنه أرسل جنودا للمساعدة في حراسة محطات معالجة النفط والغاز البرية الرئيسية في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن وسط شكوك بأن التخريب تسبب في تسربات في خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم الأسبوع الماضي. ونشرت النرويج وهي أكبر مورد للغاز في أوروبا الأسبوع الماضي، نشرت قواتها البحرية والجوية للقيام بدوريات في حقول البترول البحرية، وأعلنت أنها ستتلقى مساعدة من بريطانيا وألمانيا وفرنسا في القيام بذلك. ذكرت شركة غازبروم الروسية أن الغاز توقف عن التسرب من ثلاثة خطوط غاز نورد ستريم في بحر البلطيق، وأنه قد يكون من الممكن استئناف الضخ عبر الخط الوحيد المتبقي. وأضافت الشركة في بيان أن الضغط في الخطوط الثلاثة استقر وأنها تعمل على تقليل المخاطر البيئية. وبدأت أوروبا تحقيقات بعد اكتشاف تسريبات كبيرة في خطي أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم، وقالت ألمانيا والدنمارك والسويد إنها تعتقد أن هناك أعمال تخريب. أفاد خفر السواحل السويدي أنه لم يعد بالإمكان رؤية أي تسرب في بحر البلطيق من خط أنابيب نورد ستريم واحد. وقال خفر السواحل إنه لا يزال هناك تسرب أصغر من خط نورد ستريم 2، وكانت كل من روسيا والولايات المتحدة قد تبادلتا الاتهامات بالمسؤولية حول تسرب 4 نقاط للغاز في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق بالقرب من الدنمارك والسويد. أظهر مسح لمؤشر ستاندرد أند بورز تراجع نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو بشكل كبير الشهر الماضي، وانخفضت القراءة النهائية للمؤشر إلى أدنى مستوى في 27 شهرا عند 48.4 نقطة في سبتمبر، نزولا من 49.6 في أغسطس، لتبقى دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش. تراجعت الحكومة البريطانية عن قرارها بخفض ضريبة الدخل على الأثرياء بعد أن أثارت انتقادات حادة على وقع ارتفاع كلفة المعيشة، ويمثل القرار أول تراجع عن سياسة بالغة الأهمية في عهد رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس التي تولت مهامها قبل أقل من شهر.
بعد 10 أيام فقط على الإعلان عن موازنة أثارت الفوضى في الأسواق المالية، أعادت بريطانيا عن قرارها المتعلق بتخفيض ضريبة الدخل على الأثرياء وسط انتقادات حادة على وقع ارتفاع كلفة المعيشة. ففي اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم، كتب وزير المالية البريطاني كواسي كوارتينغ تغريدة على موقع تويتر أكد فيها أنه لن يمضي قدما في إلغاء ضريبة الدخل البالغة 45% على أصحاب الدخل المرتفع. ويمثل القرار أول تراجع عن سياسة بالغة الأهمية في عهد رئيسة الوزراء ليزي تراس التي تولت مهامها قبل أقل من شهر. إلى ذلك أكدت ليزي تراس أنه كان يتعين بذل المزيد من الجهد لتهيئة الأجواء لخطتها الاقتصادية التي تضمنت خفض الضرائب على الأثرياء وأدت إلى انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني إلى مستويات قياسية. كما حاولت تراس طمأنة حزبها والبريطانيين عموما قائلة إنها ستدعم البريطانيين خلال لفصل الشتاء الصعب وما بعده. كانت خطة الحكومة البريطانية تتضمن مقترحا باستبدال الضريبة على البريطانيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 150 ألف جنيه استرليني بضريبة أقل، وتسببت هذه الخطة المزمعة بتراجع كبير للجنيه الاسترليني أمام الدولار وارتفاع عائدات السندات وسط مخاوف من زيادة الاقتراض. استمر معدل التضخم في النمسا بالارتفاع في سبتمبر الماضي ليسجل مستوى قياسي جديد لم تشهده البلاد منذ عام 1952، وأشار مكتب الإحصاءات النمساوية إلى أن معدل التضخم بلغ 10.5% مرجعا ذلك إلى استمرار زيادة أسعار الطاقة والوقود والمواد الغذائية. أشارت أحدث توقعات لوزارة الخزانة الإيطالية إلى احتمال انكماش اقتصاد البلاد في الربع الثالث من العام، وتشير التوقعات إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تضرر من ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم القياسي. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. زعماء في وسط أوروبا يتعهدون بإجراءات جديدة لوقف تدفق المهاجرين. تعهد زعماء المجر وصربيا والنمسا بإجراءات جديدة لاحتواء تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي عبر غرب البلقان. من جهتها أعلنت وكالة الحدود الأوروبية أنه في الأشهر الثمانية الأولى من العام تم رصد نحو 87 ألف دخول غير نظامي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع غرب البلقان بزيادة 190% عن العام الماضي. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في البرازيل أن انتخابات الرئاسة ستشهد جولة إعادة في 30 من الشهر الجاري بين الرئيس جاير بولسونارو ومنافسه لولا دا سيلفا. وقالت الهيئة إنه بعد فرز 37.3% من أصوات الناخبين حصل لولا دا سيلفا على 47.9% من الأصوات الصحيحة مقارنة مع 43.7% لبولسونارو. جولة إعادة رئاسية لحسم سباق الرئاسة في البرازيل بين الرئيس اليميني جاير بولسونارو ومنافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. الهيئة الوطنية للانتخابات في البرازيل أعلنت أن جولة الإعادة ستعقد في 30 من أكتوبر الجاري. وقالت الهيئة إنه بعد فرز 97.3% من أصوات الناخبين عبر التصويت الإلكتروني حصل لولا على 47.9% من الأصوات الصحيحة مقارنة مع 43.7% لبولسونارو، مما جعل الفوز في الجولة الأولى أمرا صعبا. وشهدت هذه الانتخابات الحاسمة لمستقبل الديمقراطية في البرازيل مواجهة شديدة بين أبرز مرشحين، وحجبت تماما المرشحين التسعة الآخرين الذين لم يكن لهم حضور يذكر. وفي حال فاز لولا في الدورة الثانية سيشكل ذلك عودة إلى الحياة السياسية لم يكن يأمل بها بعد سجنه المثير للجدل في قضايا فساد، غير أن تنظيم دورة ثانية سيتيح لبولسونارو تعبئة مؤيدين
والتقاط أنفاسه، وقد نشر على حسابه في تويتر رسائل دعم تلقاها من حلفائه النادرين أمثال نجم كرة القدم نيمار. البرازيليون انتخبوا يوم الأحد نوابهم الفيدراليين 513 وحكام الولايات 27 ونواب مجالس الولايات، وينتخب هؤلاء المسؤولون لولاية من 4 سنوات، كما سيجرى تجديد ثلث مقاعد مجلس الشيوخ 81 ل8 سنوات. حذر مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية من أن 5.7 مليون باكستاني من الناجين من الفيضانات سيعانون من أزمة غذاء خطيرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة. وأوضح المكتب الأممي أنه بالتعاون مع الشركاء تم إيصال مساعدات بلغت 1.6 مليون شخص من المتضررين من الفيضانات بشكل مباشر. وتشير الاستطلاعات الباكستانية إلى أن الفيضانات تسببت في خسائر في الاقتصاد تقدر بأكثر من 30 مليار دولار، كما تسببت في مصرع 1695 شخص وتضرر منها 33 مليون شخص. يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بورتوريكو التي ضربها إعصار مدمر لتفقد الأضرار، والإعلان عن تخصيص 60 مليون دولار لتعزيز الحماية من العواصف. وتجاوز عدد ضحايا الإعصار إيان 80 شخصا في ولايات فلوريدا ونورث كارولينا وساوث كارولينا الأمريكية. هدأت العاصفة ومر الإعصار، لكن المر بقي للسكان في فلوريدا الأمريكية بعد أن ضربها أحد أقوى الأعاصير إيان. الإعصار الملقب بالوحش ترك العديد من الضحايا معزولين مع خدمة محدودة للهواتف المحمولة، ويفتقرون إلى المرافق الأساسية مثل الماء والكهرباء. الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ حثت الأمريكيين الذين يعيشون بجانب الأنهار والبحار والمحيطات على الحصول على تأمين ضد الفيضانات، وذلك في أعقاب الدمار الذي خلفه الإعصار جنوب شرقي البلاد. وذكرت الوكالة الفيدرالية أنه ما زالت هناك بعض المنازل والمباني غارقة تحت الماء، داعية الشعب الأمريكي بأكمله إلى فهم مخاطر الكوارث التي يتعرضون لها، بغض النظر عما إذا كانوا يعيشون على الساحل أو في أرض داخلية أو في منطقة أعاصير. ووفق تقديرات أولية، قد يكلف مرور الإعصار إيان شركات التأمين عشرات المليارات من الدولارات، وسيؤثر على نمو الاقتصاد الأمريكي لا سيما بسبب إلغاء الرحلات الجوية والأضرار التي لحقت بالإنتاج الزراعي. وفيما وصفها البعض بالعاصفة الأكثر كلفة التي تضرب فلوريدا منذ الإعصار أندرو عام 1992، كشفت دراسة أولية أجراها علماء أمريكيون أن الأمطار المرتبطة بالإعصار إيان زادت بنسبة 10% على الأقل بسبب تغير المناخ. فاز سويزي سافانتي بابو بجائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء، واعتبرت اللجنة المعنية باختيار الفائزين أن اكتشاف بابو وضع الأساس لاكتشاف ما يجعل البشر كائنات فريدة من نوعها، وذلك من خلال إظهار الاختلافات الجينية التي تميز أو تميز جميع البشر. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود نقص في أدوية الأورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وشددت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي على توافر كافة الأدوية بشكل طبيعي بما فيها المستحضرات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج الأورام والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الأورام دون وجود أي نقص فيها. وأكدت الهيئة أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافر الأدوية بكافة المستشفيات التي تقدم خدمات علاج الأورام، مشيرة إلى اتجاه الدولة نحو توطين صناعة المستحضرات الحيوية وأدوية الأورام محلياً. نظمت هيئة تعاونيات البناء مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة في دورته 13، والذي يعقد للمرة الأولى في مصر تحت عنوان مع لتنمية إفريقيا. يأتي تنظيم هذا المؤتمر في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات. والحقيقة ده مكسب كبير جدا لمصر، هتبقى في ريادة التعاونيات الأفريقية لمدة 3 سنوات. الحقيقة ده بيمكن مصر من خلال المؤتمر ده، احنا بنستعرض طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس باستغلال هذا المؤتمر
لاستعراض كل المشروعات القومية اللي بيتم تنفيذها في مصر والفرص العديدة اللي بيوفرها الشركات المصرية للتفاعل والجامعات المصرية والمنتجات المصرية لتكون مكون رئيسي في التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية كمحيط مهم جدا لنا. خلال زيارته لمحافظة أسوان، قام وزير التنمية المحلية هشام أمنة يرافقه محافظ أسوان أشرف عطية بجولة ميدانية لمتابعة عدد من المشروعات المنفذة والجارية. بدأت الجولة بتفقد مشروع ممشى أهل مصر، كما تفقد مبنى مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي والذي تم إنشاؤه بتكلفة 21 مليون جنيه. كما شملت الجولة الميدانية تفقد مشروع تطوير وتجميل واجهة المدينة. أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة أن الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي أهمية كبرى لبناء الإنسان المصري والاهتمام بقضية التعليم. أشار الوزير خلال افتتاح فعاليات مؤتمر أسوان لمدن التعلم 2022، أشار إلى أن الدولة أولت قضية التعليم أولوية كبيرة ضمن اهتماماتها بتطوير البنية الأساسية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. من جهته، قدم محافظ أسوان الشكر لمنظمة اليونسكو العريقة على اختيار أسوان لعقد هذا المؤتمر في ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بها كعاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية. طبعا التعليمات فخامة رئيس الجمهورية للدولة بالكامل هو الاهتمام بالتعلم في الاستراتيجية اللي اطلقها سنة 2018. عايز اقول ان احنا واحنا موجودين النهاردة اللي بنفتخر ونتباهى كلنا بحياة كريمة، اللي هي جزء كبير منها خصص لبناء المدارس. عايز اقول ان هناك الدولة اهتمت برضو بدعم وصيانة العديد من المدارس. موضوع التعلم في حد ذاته شيء عظيم، لانه مرتبط بالتنمية المستدامة وبتنمية مصر عموما وبخطة مصر 2030، وإن شاء الله موفقين. في الحقيقة هذا المؤتمر مؤتمر هام جدا، بتشرف جمهورية مصر العربية أنه هناك 5 مدن فازت بهذه الجائزة. إن شاء الله محافظة الغربية على الطريق، عندنا كثير من الأنشطة اللي ممكن نقدم من خلالها في هذا البرنامج. في الدورة القادمة إن شاء الله بنعد نفسنا علشان نكون المدينة رقم 5 بإذن الله. في عديد من الأنشطة زي تمكين المرأة، زي التنمية المستدامة، زي عملية التدريب وتمكين الشباب. تتواصل فعاليات الملتقى التسويقي الثاني للتمور المصرية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بمشاركة عدة دول عربية وأجنبية. الملتقى يهدف بالدرجة الأولى إلى تسويق التمور والاستفادة من كل أجزاء شجرة النخيل باعتبارها تمثل كيانا اقتصاديا كبيرا لمنطقة الوادي الجديد. اهتمام ودعم توليه الدولة لتطوير صناعة وإنتاج التمور في الوادي الجديد، والتي تعد أكبر المحافظات المصرية في إنتاج التمور بكميات وجودة مرتفعة، بما يساهم في تعزيز إنتاج مصر من التمور بحضور عدد من رجال الصناعة والعديد من الشركات. يواصل أعمال الملتقى الثاني لتسويق التمور المصرية فعالياته، حيث أوضح محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط بأن المحافظة نجحت في تنظيم الملتقى التسويقي للتمور للمرة الثانية على التوالي، مشيرا إلى أن منظومة تسويق التمور تعتمد على مجموعة عمل تبدأ بالفلاح مرورا بالمنتجين والمصدرين والمستوردين والبنوك والشركات العاملة في تسويق منتجات التمور على مستوى محافظات مصر. بنعمل ملتقى لكل المنتجين المصريين في كل المحافظات المهتمين بصناعة التمور وصناعة النخيل ومخلفات النخيل وأسمدة النخيل وكل ما يخدم النخيل ويخدم الزراعة في نفس الوقت حتى المعدات. فبنعمل الملتقى الحمد لله، ده يمكن تاني ملتقى يتم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكله برعاية مصرية خالصة يعني الحمد لله رب العالمين، وبتعاون مع كل الوزارات بحيث ان احنا ننجح المؤتمر الملتقى. بنعمل عليه جلسات علمية، في جيلنا اساتذة من جامعة عين شمس، جامعة القاهرة، جامعة اسكندرية، الجامعات المصرية، بنعمل
بنخاطبهم قبلها بننظمها بحيث بيعملوا جلسات علميه بيبقوا حتى فيها الفلاحين والمهندسين الزراعيين بيستفيدوا من اي تطور علمي وتكنولوجي. ممثلو الشركات ومصانع التمور بالمحافظه والباحثون بمركز البحوث الزراعيه اشادوا بالملتقى، مؤكدين ان الملتقى يعد فرصه للتواصل بين المصانع والشركات والمزارعين. والله الملتقى السنه دي جميل جدا على فكره، ويمكن دي ثاني سنه نحضره في نفس المكان. شايف ان هي فكره انه يعمل مهرجان او ملتقى للتمور فكره جميله جدا، بيعرف المصانع ببعضها والشركات ببعضها، بيبقى فيه فكره تسويق، ناس بتاخد حاجه من هنا ناس بتاخد حاجه من هنا، بيبقى فيه تبادل افكار، بيبقى فيه تبادل اعمال ما بين الشركات وبعضها. وجود مهرجان زي كده في محافظه الوادي الجديد بيعمل انتشار مش بس لمهرجان التمور، لا ده بيعمل سياحه داخليه للمحافظه. فرصه ان انا بنعرض فيها العمل اللي تم من خلال مركز بحوث صحراء خلال العام المنصرم، من خلال ان احنا بنعرض المنتجات اللي شارك فيها مركز بحوث صحراء المزارعين من خلال المدارس الحقليه، وبدانا نعرض المنتجات اللي خرجت. احنا بدانا الفكره برفع الوعي لدى المزارعين، وثم بعد ذلك في الممارسات الزراعيه على ارض الواقع من خلال مدارس المزارعين الحقليه، ثم النهارده احنا بنجني ثمار ما زرعناه من خلال سواء المحاصيل الحقليه او المحاصيل الغير تقليديه العلفيه. دي المشاركه الثانيه لينا في الملتقى بمنتجات من اعاده تدوير مخلفات النخيل. الحقيقه هي فرصه كويسه جدا لينا كعارضين ان احنا نعرض منتجاتنا، بيكون في تشابك مع بعض رجال الاعمال والمهتمين بالصناعات دي. تعظيم عائد انتاج التمور وتطوير تلك الصناعه والاستفاده من كل الانواع والكميات المنتجه وتنوع مخرجاتها هدف تبنته الدوله خلال السنوات الماضيه لتعظيم الميزات النسبيه لمحافظه الوادي الجديد وتوفير المزيد من فرص العمل لابناء المحافظه، واستغلال هذا الملتقى في الترويج السياحي للمحافظه لتحتل مكانتها العالميه بما يعود بالنفع على مواطني الوادي الجديد. توجهت قافلة جامعة قناة السويس التنموية إلى وحدة طوسن الصحية التابعة لقرية عين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأعلنت الجامعة استمرارها في تقديم الدعم الكامل للقرى في إطار المبادرة، وقامت بتوقيع الكشف والعلاج بالمجان على 505 مواطنين بالقرية. الحمد لله النهارده دلوقتي كل اسبوع قافله طبيه بتجوب انحاء محافظه الاسماعيليه. احنا بنشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على امدادنا بالقوافل الطبيه، وبنشكر جامعه قناه السويس برئيسها الدكتور ناصر منظور على امداد المحافظه بكم كبير من القوافل داخل المحافظه الاسماعيليه، وكم علاج بيتصرف مجانا للمواطنين. والحمد لله برضو بعض الحالات اللي بتبقى مستعصيه محتاجه عمليات بنحولها للمستشفى الجامعي بالاسماعيليه، وبعض العمليات بتتحول للمستشفى العام الاميري بالاسماعيليه. النهارده الجامعه جايه ب 10 تخصصات بشري، جميع التخصصات العظام البطنه المسالك الرمد الانف والاذن، طبعا بالاضافه الى ان احنا بنتم صرف الدواء لجميع الحالات مجانا. اي حاله بتحتاج ان هي تتحول للمستشفى لاستمرار العلاج فيها واستكمال العلاج بنحولها على المستشفى الجامعي باستكمال الأشعة واستكمال التحاليل بناء على تعليمات الدكتور رئيس الجامعة. الاهتمام بالحالات اللي هي بتحتاج الرعاية الكاملة داخل المستشفى. والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع رغدة أبو ليلى، إليك رغدة. شكرا لكم هبة حسين ويوسف عبدين. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. وجه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل من عدة وزارات معنية والبنك المركزي لوضع خطة عمل لزيادة الصادرات خاصة إلى الأشقاء بإفريقيا. جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء لمتابعة سبل تنمية الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية، حيث أكد مدبولي أن هناك اهتماما من الحكومة بزيادة الصادرات في هذه المرحلة، لافتا إلى عقد اجتماعات عدة لإيجاد آليات فاعلة لزيادة تلك الصادرات.
أكد وزير البترول طارق الملا وجود خطة للتوسع في إنشاء محطات الوقود الجديدة يتم تنفيذها ضمن أهداف الدولة التنموية ولتلبية احتياجات مرتادي الطرق والمحاور الرئيسية. أشار الملا إلى أن محطات التموين والخدمة الجديدة تشهد تطوراً ملحوظاً تقدم خدمات متميزة لأصحاب السيارات. بنؤكد على دعمنا للقطاع الخاص ودعمنا للشركات العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها وإزالة أي معوقات قد يواجهونها في إصدار موافقات أو تراخيص أو غيره من المعوقات البيروقراطية التي قد يصادفونها، وبالتالي كل الدعم لهم وكل التوفيق وكل النجاح. من جانبهم أكد مسؤول الشركة الفرنسية على الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة البترول لشركائها، مؤكدين أن مصر سوق مميز للاستثمار. أود أن أعرب عن سعادتي وفخري بالدعم المقدم من قبل وزارة البترول معالي الوزير وبين الهيئة المصرية العامة للبترول أيضا، حيث يقدمون لنا الدعم باستمرار في كل ما نقوم به من أنشطة في السوق المصري. بالنسبة للمحطة تحديدا، فقد أخبرني كل الزملاء من وزارة البترول ومن الهيئة المصرية العامة للبترول بأن الموقع مميز جدا، حيث يقع الموقع من القرب من محاور رئيسية وفي منطقة حيوية للغاية. أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس حرص الهيئة على فتح قنوات اتصال مباشرة مع المنظمات والمؤسسات العاملة في المجال البحري لتحقيق التقارب المستهدف بما يحقق المصالح المشتركة. وخلال لقائه مع رئيس مجلس بورصة البلطيق للشحن البحري، أوضح ربيع أن عمليات التطوير بالمجرى الملاحي للقناة حظيت باهتمام كبير خلال السنوات القليلة الماضية. من جانبه أكد رئيس مجلس بورصة البلطيق أهمية قناة السويس كإحدى الدعائم الأساسية لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. إلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي. تراجع رأس المال السوقي بنحو 877 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 680.499 من 1000 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 9687 نقطة ليتراجع بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 9685 نقطة. كما فتح مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 2217 نقطة ليغلق متراجعا بنسبة 1.9% عند مستوى 2193 نقطة. فتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 3140 نقطة ليهبط بنسبة 78% ليغلق عند مستوى 3115 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19.51 جنيها للشراء و 19.58 جنيها للبيع. اليورو وصل إلى 19.12 الجنيه. الجنيه الاسترليني 21.77 الدرهم الإماراتي 5.31 أخيرا الريال السعودي 5.19 في أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب العالمية ليصل إلى 1665 دولارا للأوقية. محليا وصل عيار 18 إلى 930 جنيها للجرام. عيار 21 وصل إلى 1085 جنيها للجرام. أما عيار 24 فوصل إلى 1240 جنيها للجرام. أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 8680 جنيها. في أسواق البترول العالمية، قفزت أسعار النفط نحو 4 دولارات في الوقت الذي تدرس فيه مجموعة أوبك بلس لأكبر خفض للإنتاج منذ 2020. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.46 دولار أو بنسبة 4.1% لتصل إلى 88.60 دولارا للبرميل.
كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.39 دولار أو بنسبة 4.3% ليصل إلى 82.88 دولارا للبرميل. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 3.5% لتصل إلى 3.33 دولارات للتر. في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.94% لتسجل 6.43 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قالت مصادر في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك إن مجموعة أوبك بلس لمنتجي النفط تبحث إجراءات تخفيضات بالإنتاج تزيد على مليون برميل يومياً، وأن التخفيضات الطوعية من قبل الدول الأعضاء يمكن أن تكون إضافة إلى ذلك، مما يجعل الخفض الأكبر منذ عام 2020. سيعقد الاجتماع الذي سيبحث التخفيضات في 5 أكتوبر الجاري على خلفية انخفاض أسعار النفط وتقلب حاد في الأسواق على مدى شهور، مما دفع السعودية المنتج الرئيسي بأوبك إلى القول إن المجموعة يمكن أن تخفض الإنتاج. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى هبة ويوسف. إليكم. أشكرك رغدة. انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. في ذكرى انتصارات أكتوبر، الرئيس السيسي يبحث مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ركائز حماية الأمن القومي. مدبولي يتابع جهود التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية ويشدد على استمرار توفير مدخلات الإنتاج لعدد من القطاعات الصناعية. مجلس النواب الروسي يوافق رسمياً على ضم المناطق الأوكرانية الأربع، وواشنطن تعتبر أن استهدافها لا يمثل هجوماً على أراضي الروسية. نهاية نشرة السادسة، أتتكم من على شاشة التلفزيون المصرية. شكراً على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.